يا جماعة أنا مش عارف كيف زرقة انتخابات النواب، مش كان يأجلوه خير؟ حس فضي حسك يا راجل، أنت تكنك أنت، المهم إنه ما فيش حد شافكم وانتو خشينين. بالنسبة لي أنا ما شافني حد، لكن مزعبها لا عيب يا ما شافني حد، وحتى اللي خايف منه شاهد ربية جايبة معي. هاك أشرب سكرك راقي راقي صدقتي والله يرقى. قلنا راقي. قول لي الطحش هذا ما يحكيش على الكلام اللي يصير بيننا تضاو بعد يقعد ياكلوا الدماغ ما عادش يقط، لكن كان كملوا كالوا ما عادش نضمن الكمل. المهم نحن نبوا الكلام يقعد بيننا انا بس. وانت شنو قلت يا دكتور محمد؟ قلت موضوع الانتخابات هذه ما يقدروش ياجلوني شويه هكي. ايه ما دايما لوجه الله زوى علينا الفيل، مش فيل افيال. تكنك يا سيدي، دائما دائما انت متشائم، دائما داير لي احباط لله دارك الرك. تعرفوا يا جماعه مش احباط يا سي الحاج، نحنا لو كان يغطسونا في عسل ويطلعونا انتقاطر وعسل ما عادش يبونا، الناس ما عادش تبينا. تمو حتى نحنا العنتو ما درنا بشيء، قاعدين مفرحطين على الكراسي وخلاص. كان غير السكر ما يرقى، مفرحطين كيف؟ لا مفرحطين، لا علم الله ان مفرحطين، من ناحية مفلحطين مفلحطين. كيف تفلحيت أتفك؟ هيا باتي هيا هيا واه كثرنا العلفة بس ما عليك فيه، كون هاني كون عادي يا باتي، ودق وتنحنح ولا يهمك. ايوه احنا ما قاعدين، اللي تنقص تو نجيبوها لك باهي. افطلونا بعد يكمل. ها شنو رايكم؟ شنو قلتوا؟ لا 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 موضوع الاستقالة هذا ما انت كيف نقدموا استقالتنا يا دكتور سليمان؟ كيف لما نقدموا استقالتنا نحن نثبتوا لهم ان نحن ما ناش راضيين على اللي صاير في المؤتمر؟ باهي
وترقى شعبيتنا ونرشحوا في مجلس النواب الجديد. قتل الإنسان وما أكفره. إني بمزيد طامع في مجلس النواب يا دكتور. أسمع أنت، فكنا من الحبة، أهم رؤساء قاعدين على كراريس وحاكمين. معناه معلش لوم هذكي. تهذكي من؟ حمي بشار. تبي تخرف أنت يا رجل؟ تبشر شما أنه مالا يا رجل؟ شما أنه مالا؟ ياكل عيله يمرس. اجتماعات دفنوني تكوليس كتل أحزاب متشابكة في بعضها كتل رحنا فيها ورس توا ما بيش حل آخر غير استقالة هذه. سبحان الله، أنا رأيي نزبوا من السفينة قبل أن تغرق. وانت عندك جهاد لتنطير يا دكتور سليمان، تقدر تاخذ سالتو. انت كأنك معايا، كأنك دي مدى الإحباط يا رجل. انت والله ما ينقعد عماك طشة، اللي يقعد عماك تحس وكأنه بعد 5 دقائق ماشي للقبر. لله يدرك يا أبو معنقر. أنا مع رأي الدكتور سليمان. إن شاء الله حتى أنت بتقفز. يا أخوي نقفز بالسفينة قبل فوات الأوان. ودي حسك حال الغاية، ما نبوش لمبلي يعرفوا إحنا شي بنديرو، نبو نقفز ونحن بس، ما نبوش حد يقفز معنا. أنا خايف تقفز وجي عليك شمكم طيحة الكبير وعرة. يا سيدي مالك ومال يا سيدي، نحن نبي نقفز، تبي تقفز معنا أقفز، ما تبيش تقفز معنا إن شاء الله ما قفزت. لا مانيش قافز أنا، نقفز وكان ما صارش من البرلمان الجديد نقعد مد وجهي. وانا بصراحة معاش نقدر نقعد بلا عمل. قصدك بلا سلطة؟ لقانها حلوة يا جماعة، معلش بكرسي عليم الله انها حلوة. تبايش انت بتدير؟ عندك حل آخر؟ بالنسبة لي انا عندي طريقة خاصة بي، وانتو دبروا روسكم. وشنو الطريقة اللي عندك انت؟ لا طريقة ما طريقة، هذه لا تدور لا طريقة لازم. طرق هذينا طرق من هنا طرق من هنا، كل الطرق تودي الى روما. ما تبيش تقول لنا يعني ندكن الموضوع؟ لا معلش يا جماعة، معلش ما احتفظ بها نفسي الطريقة. ايوه الحمد لله. خلاص غموا. تغموا كيف؟ تمازلنا ما كملنا موضوعنا يا جماعة. نحن عندك وكال اخرى في الثلاجة. يعني خلاص بابا يبسيب مؤتمر، خشوا عليهم النواب جدد تو يمسحوه. يمسحوه؟ ياكل لا يمسحوه، تي هذا المعنقر يرشح روحه من جديد وينجح. ينجح من يا بابا ينجح من؟ تكتبوا عليه في كلام في الفيس توزني عليه سكرك. توزني عليه سكرك؟ انت شنو هالكلام اللي تقول فيه لي؟ نسيت انت السوفتوير بتاعك قديم يا ماما، يعني تسكري عليه وزنك. خليك هاقص افهمني من الاول يا ماما. باهي قولها هيك يا باطي، قولها هيك، علاش تقلب في الكلام؟ علاش؟ يا ماما الحياه هيك كلها مشقعبه، كلها خاشه في بعضها، افهميني انت، خلينا على نفس الخط نحن الاثنين. يعني يا ليت باطك كان يعني رشح روحه من جديد، مش حينجح؟ ينجح من يا ماما ينجح من؟ انت بابا هذا ما يحب حد هنا تو بكري. ما ظني إن أنا وياكي بس نحبوه، راح تنام من كثر كلام الناس ما فيه عليه، بديت نتضايق منه. يقولوا عليه في كلام في الفيس واو بكل. يعني قصدك باتك يسبوا فيه؟ يسبوا فيه تيومتها يا ماما على سب بابا مع واحد على الفيس درت عركة قبل. كأنك يا ليل، تكأنك يا ليل، حمرت الوجه على الفيس. توينك يا راجل، نطلب فيك مقفل مقفل مقفل، تكأنك تقفل في تليفونك. والله يا محنكر مسكر فيه من الفجايع من الحشايم أولي حشموا فيه. حشموا فيك علاش؟ يقولوا لي انت اخوك المحنكر نايب ودق، واحد جايب لي ملف وواحد يقول لي دير لنا ودير لنا ودير لنا، وانا يا محنكر تليفوني قاعد ما يرن. والله شنو حالك انت وشنو حال حسونة وشنو حال ربيعة مراتك امه؟ قاعدة مراتي يمه سلم عليك مرات امه بيسيرش منها. رأيت يا مرات امه يا صلوحة، اسمع رأيت نبيك تجيني ضروري ضروري بالراسك ما تحسن اللي عندي.
ماشي يقبله مشغول لي يتحر شر. تو تعرف بعدين. بل راسك ما تحسن الا عندي. بل راسك. الو راس اليناو. الو سك. بل راسك كيف؟ معنقر ما اللي حسك تقول له بل راسك ما تحسن الا عندي؟ خويا صالح. خوك صالح؟ وش الخطرة عليك؟ شن تبي فيه خوك صالح؟ نبي ندنيه، نبيه يرشح روحه في البرلمان الجديد. خوك صالح؟ يا خيتي هابا. وكان يا خيتي هابا خويا صالح، ها؟ كان ناس تحبه وطيب وكويس وينجح بإذن الله. ما قلنا شيء، الناس تحبه صحيح. ليش ما ترشح روحك أنت وتريح روحك؟ أنا معاش يحبني حد، معاش يبوني قصدي. جماعة المؤتمر الأولين كلهم مكروهين. بس أخوك صالح يقدر يشيل المسؤولية لين يرشح روحه؟ ما نبيه يدير شيء، أنا ما نبيه يدير شيء، نبيه يعني منظر بس في البرلمان، وأنا اللي تو نسير من تحت لتحت. آه شنديرو، لازم يكون عندنا كرينتو في البرلمان الجديد، أقل ما فيه مشيلنا مصالحنا وشركاتنا اللي درناها. يا خايتي هابا، تي هذا حتى الفلوس ما يعرف يعدهن. تو نعد لنا معليك شغل. من زمان ما بليتها. تو انت هبل نقول لك بل راسك تبلى صح؟ ما هو قلت لي انت بل راسك ما تحسن لعندي. يا راجل بل راسك يعني تعال فيتا، تعال بسرعة. والله قلتها محنكر، قلتها قلت المحنكر هذا لازم مش بلاش والله، مع اني قريب صارت لي جكمرة من البلة، لكن قلت يلا لاباس. كانك انت ما خططتش عليك بك الا توا. شنو فيه؟ انت ما نكلم فيك نقول لك تعال تعال نبلط لك شي حاجة دبني في المؤتمر، تقول لي لا والله حرام. ما حرام شنو بدي لك فقري؟ لا 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 هكي احسن. محلاها الفقر، محلاها الفقر لما يكون بالك متريح وعلى المخدة في النوم. يا سلام. انا يا سيدي نبي نقترح عليك اقتراح ينهضك من هالفقر. شنو دكان كوميستي؟ كوميستي الله يعني بالنسبة للالات طايع في واحد عنده الات قسما بالله نظاف هيك غير زايد شيوعي. انت هذين احلامك قم ميستي مطعم فاصوليا مطعم تحفول. اما لشنو نبيك ترشح روحك في البرلمان الجديد؟ يعني نقعد عضو في البرلمان؟ عضو في البرلمان عليك نور. انا فهمت. وانت كنك انا خلاص نبي نتجه اتجاه اخر، ماش عندي نياط. لا 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 نفكني انا هيك متريح، السياسه ما نفهمش فيها. انا في ما فيها شيء يا رجل، تسيل لك حوسه في اسبوع الاولي وبعدها تسلك معك. تعالي اليمين وحدين كانوا بكاكيش ما عرفوش يجوا بك، تو ما شاء الله اقواس وحيسين فيها. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. انت وينكم طولتوا علي؟ يا سيدي كنا في العشاء عند جيب الله. جيب الله؟ وكنا على جدير العشاء جيب الله. يبي يرشح روحه في الانتخابات داير عشان عنا صبيحة ذبح يجي 50 حاولي يا ابوي. مصيرينيات وعصيبينيات ومصير ودير حاجة في قزير مانيش عارف اسمه. شاش طاو شاش طاو طاو طول عمرك. والشاي نوعين، ودك في خضر ودك في حمر. وناويين تبوا تغطسوا معاه؟ وكنا ما نغطسوا معاه. والسنة التفاح. ايوه علي اللي مين التفاحة تقول دلعك. صدقت علي اللي من نقى كان ما غطسنا معه بعد هالغطيسة. ورايكم جاب الله النصاب هذا يصلح للبرلمان الجديد؟ والله عاد الراجل يصلح والله ما يصلح. الراجل احرجنا حطنا في وقت محرج. يس ها برو كان شوف الدخان الملبور ومضرطش في كل مكان، ودك ابيض ولا حمر. انت الله عليكم وخلاص، وانتوا بعين وطنكم بطنكم خزي. يقول لك املا البطينة تستحي لعوينا. خيزي لك فم. وانتو عاد مليتوها طينتكم على ها؟ لا شهد بالله ان الخير غلب.
ها قلت لك ها نكلم نصر منها ما دام هذا تفكيركم انتوا الاثنين. يصير يصير ان شاء الله يصير، كما صار شيء نحولوهم ونجيبوا غيرهم. شو اللي تحولوا شو اللي تحولوا؟ نحن قاعدين وحلين في الاولين يا رجل. وانت مرشح روحك انت من جدك ولا تبصر؟ تقالت الصور متاعي مليت الشوارع يا رجل، كنك انت وحزن باش نعرفك مرشح روحك. انا مش علي هذه يا محنكر، انا شنو دخلني نتعمل في ذنوب ناس وشنو فيها من ذنوب؟ بالعكس انت تخدم في بلادك. ما نقدرش نشيل دم حد في رقبتي. تي راجل دخل الدم وانت ترفس دم كيف؟ الناس اللي تموت كل يوم مش انا نقعد مسؤول عليها؟ مش انا عضو في المرملان بعدين وانا المسؤول؟ ارواح زهقت علينا. هم الناس شنو انت اللي قتلهم؟ بس انا مسؤول، انت عمل جزء. كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. تو عاد انت تبدل لنا خطبه جمعه هنا يا راجل؟ ما عليك لا ذنوب لا عليك شيء، تكنك انت. اسمع يا محنكر، اسمع يا اخويا، انا سياسه ما عنديش فيها. ايوه ولا نبيها. انا راجل عايش في حالي، والله عايش في حالي. يلا خليني في حالي. انا السياسه تخليك بالعربي، انا ما نبيش الدنيا، نبي الجنه. ايوه الجنه كلنا نبوها، مرحب بالجنه جات الدنة. المسؤوليه واعره يا اخويا محنكر، واعره المسؤوليه. تخشلها كويس وبعدين تنقلب مش كويس. يعني انا توا مانيش كويس؟ لا مش كويس. الناس رشحوك باش تخدمهم، قاعد تخدم في روحك انت والله. وبعدين شنو قدمتوا لها الناس؟ راه متعقده منكم الناس. انتوا شنو قدمتوا لها الناس؟ ما قدمت. اسمع هذه، لا جديد جد ولا قديم عجبنا، معيشه بلا رادة عليها تبنى. ابنا تبقى انا شنو ندير توا؟ ما انا معش نقدر يا صلوحه، معش نقدر نعيش بلا منصب. يا خويا المحنكر، يا خويا المحنكر، الدنيا فانيه. وين الرؤساء الاولين؟ وين الوزراء؟ وين وين وين؟ اسمع هذا، دنيا غروره يا شقاره، يدها هي فانيه وفاني زاها ونكدها. علي راي الشاعر، اللي شاعر يدير بالعساكي ما عرفته شاعر ضمك القشه مولا. انصحكم لموا كشاشكم وحلوا. مالكم من الناس تشيلوا في ذنوبهم؟ الله يرحمك يمي، كانت ديما تقول عليه رضي وطيب، وانا كانت تقول لمعنقر هف ذي شر. الله يرحمك. لا جديد جد ولا قديم عجبنا، معيشه بلا راده عليها طبنا. ها ها ها.